وفي ذات السياق أقيم في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في رام الله قداس احتفالي بمناسبة المناولة الأولى لأبناء وبنات الرعية. ترأس القداس الأب الأيكونوموس ممدوح أبو سعدة راعي الكنيسة بحضور جمع كبير من المؤمنين والمتناولين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. احتفلت كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة رام الله بالمناولة الاحتفالية الأولى بأجواء من الفرح والإيمان والخشوع. فترأس الأب الإيقونوموس ممدوح أبو سعدة راعي الكنيسة القداس الاحتفالية بمعاونة الشماس حنا أبو سعدة وسط حضور واسع ومميز من أهالي المدينة. ومن بين الحضور قدس الأرشمندريت الياس عواد راعي كنيسة تجلي الرب في مدينة رام الله ورئيس النادي الأرثوذكسي والوجهاء وجوقة الكنيسة التي أحيت القداس الاحتفالي بقيادة المرنم جاك رباح. أذكرني اذكرني يا قدوس، اذكرني يا إلهي. امتلأت أدراج الكنيسة بأهالي الأطفال طالبي المناولة الأولى وحشد من المؤمنين والمدعوين. وبعد دخول الموكب إلى الكنيسة ابتدأ القداس الاحتفالي بمباركة الطلاب وتكريس الخبز وإضاءة الشموع والطلبات والقراءات وتوزيع الإنجيل المقدس ومنح المناولة الأولى بكل خشوع وإيمان. وفي كلمة الإيقونوموس أبو سعدة حث الأطفال لمزيد من قراءة الإنجيل المقدس والتعمق به، فهذا اليوم هو يوم مميز لجميع من نالوا المناولة الأولى. كما وحث الأهل لتشجيع أطفالهم لعمل الخير والابتعاد عن الخطأ. اليوم نحتفل بالمناولة الاحتفالية الأولى إلى بنات وأبناء ضعيتنا 27 طالب وطالبة تقدموا اليوم هم وأولياء أمورهم، وشرحنا لهم ما معنى المناولة الاحتفالية الأولى وكيف استعدوا وأن يكونوا مستعدين وأن يتقدموا أولاً إلى الاعتراف ويميزوا بين الخير والشر لكي ما يستحقوا أن يتناولوا جسد المسيح ودمه. وقد شرحنا أيضاً ما معنى هذا السر وكيف يسوع المسيح قد وضعه في خميس الأسرار لكي ما يفتدينا بجسده ودمه من الخطيئة. هل رفضتم الشيطان؟ نعم قد رفضنا الشيطان. هل توافقون المسيح؟ نعم نوافق المسيح. وهل تؤمنون به؟ نعم نؤمن به أنه ملك وإله. فاسجدوا له. نسجد للآب والابن والروح القدس كانوثا متساويا في الجوهر وغير منفصل. وبعد إعطاء البركة النهائية أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة لأطفال المناولة الأولى وذويهم وحشد كبير من المؤمنين وتبادل التهاني وأخذ الصور التذكارية. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك مدينة رام الله.